اكتشف علماء الفلك أكبر زوج من الثقوب السوداء التي تم رصدها على الإطلاق، حيث يبلغ طولها الإجمالي 23 مليون سنة ضوئية، وهذا يعادل صف 140 مجرة. يقول مرتين أوى باحث ما بعد الدكتوراه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمؤلف الرئيسي لورقة بحثية جديدة في مجلة نيتشر تتناول النتائج: هذا الزوج ليس بحجم النظام الشمسي أو مجرة درب لتداند فحسب، فنحن نتحدث عن 140 قطراً من قطر مجرة درب لتداند في المجموع. إن مجرة درب لتداند ستكون بمثابة نقطة صغيرة في هذين الانفجارين العملاقين. يعود تاريخ البنية الضخمة للنفث التي أطلق عليها اسم بورفيريون نسبة إلى عملاق في الأساطير اليونانية إلى وقت كان فيه عمر الكون 6.3 مليار سنة أو أقل من نصف عمره الحالي الذي يبلغ 13.8 مليار سنة. تنطلق هذه التدفقات العنيفة بقوة إجمالية تعادل تريليونات الشمس من أعلى وأسفل ثقب أسود فائق الكتلة في قلب مجرة نائية. قبل اكتشاف بورفيريون كان أكبر نظام نفاث مؤكد هو الكيونيوس، والذي سمي أيضاً على اسم عملاق في الأساطير اليونانية. يمتد الكيونيوس الذي اكتشفه نفس الفريق الذي اكتشف بورفيريون في عام 2022 على مساحة تعادل حوالي 100 مجرة درب لتداند. للمقارنة، يمتد نظام النفاثات الرئيسي الشهير سنتوروس، وهو أقرب نظام من هذا القبيل إلى الأرض، على مساحة 10 مجرة درب لتداند. وتشير أحدث النتائج إلى أن أنظمة النفث العملاقة هذه ربما كان لها تأثير أكبر على تكوين المجرات في الكون الشاب مما كان يعتقد سابقاً، فقد كان البورفيريون موجوداً خلال حقبة مبكرة عندما كانت الخيوط الرقيقة التي تربط المجرات وتغذيها والمعروفة باسم الشبكة الكونية أقرب إلى بعضها البعض مما هي عليه الآن. وهذا يعني أن النفثات الضخمة مثل البورفيريون وصلت عبر جزء أكبر من الشبكة الكونية مقارنة بالنفثات في الكون المحلي. يقول جورج جورجوفسكي أستاذ علم الفلك وعلوم البيانات في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا والمؤلف المشارك في الدراسة، يعتقد علماء الفلك أن المجرات وثقوبها السوداء المركزية تتطور معاً ومن بين الجوانب الرئيسية، لهذا أن النفاثات يمكن أن تنشر كميات هائلة من الطاقة التي تؤثر على نمو المجرات المضيفة والمجرات الأخرى القريبة منها. يظهر هذا الاكتشاف أن تأثيراتها يمكن أن تمتد إلى أبعد مما كنا نعتقد. الألغاز المستمرة، ولكن كيف يمكن لهذه النفاثات أن تمتد إلى ما هو أبعد من المجرات المضيفة لها دون أن تزعزع استقرارها؟ لا يزال الأمر غير واضح. يقول هارد كاسل الخبير في فيزياء نفاثات الثقوب السوداء: لقد أظهر لنا عمل مرتين أنه لا يوجد شيء خاص بشكل خاص في بيئات هذه المصادر العملاقة التي تجعلها تصل إلى هذه الأحجام الضخمة. وتفسيري هو أننا بحاجة إلى حدث تراكمي طويل الأمد ومستقر بشكل غير عادي حول الثقب الأسود المركزي الهائل للسماح له بالنشاط لفترة طويلة حوالي مليار عام، ولضمان استمرار النفاثات في الإشارة إلى نفس الاتجاه طوال هذا الوقت. ما نتعلمه من العدد الكبير من العمالقة هو أن هذا يجب أن يكون حدثاً شائعاً نسبياً.